عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة العمل الأولى لمبادرة تنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية، وذلك بحضور مجموعة من المختصين وأطراف صناعة الإعلام. تناولت الجلسة سبل ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية وكذلك البرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب الأنشطة الإعلانية. والهدف من المبادرة هو تعزيز الالتزامات الأخلاقية في صناعة الإعلام وضمان تقديم محتوى يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية. على مدى 3 ساعات فتحت كل القضايا المتعلقة بالإعلام. في البداية طبعا لا أحد ينكر أن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة وأصبح له ذراع طويلة في المنطقة العربية وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة منتشرة، وكل الوسائل الإعلامية في الدول العربية وفي الدول المحيطة بتستعين بالكوادر المصرية لإنشاء قنوات إخبارية وإنشاء مدن إعلامية وخلافه. هذه المبادرة تحدثت عن التحديات اللي احنا بنعيشها دلوقتي في المجال الإعلامي، خصوصا في جوانب مهنية مهمة جدا اللي هي التطورات التقنية اللي احنا بنشهدها والتكنولوجيا في مجال الإعلام الرقمي وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي وتفعيل استخدامها وتطبيقاتها. عملية المناهج الإعلامية وتطوير المناهج الإعلامية اللي بتدرس في كليات الإعلام ده مهم جدا، وبالتالي زي يمكن حضراتكم كنتوا موجودين في إشراك الإعلاميين من خلال بقى اللجان المصغرة اللي هتتم لوضع أولا المعايير ووضع الضوابط ووضع كمان أساليب متابعة المعايير دي وتطبيقها على أرض الواقع.